صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. 2021 سنة سعيدة عليكم يا رب كلكم. الحقيقة دايما كده في التواريخ المهمة دي الواحد كده بيقعد مع نفسه ويشوف نفسه، هل فعلا القناة فادتكم في سنة 2020؟ هل حاولنا ان احنا نساعدكم؟ قدرنا او ما قدرناش؟ طرحنا الموضوعات اللي انتم عايزينها ولا؟ الحقيقة ان تعليقاتكم واسئلتكم كانت هي الوقود اللي بيخلي القناة دي تقوم، والقطر بتاع القناة انه يتحرك، وكانت الدافع ان كنت بحاول اعمل بالذات في اخر 6 شهور كده فيديو كل يوم. كمان ان احنا استقبلنا النقد بصدر رحب، وحاولنا ان احنا نصلح في فيديوهاتنا، كاميراتنا، في الصوت، في الصورة، في طريقة الالقاء، في الشرح، على قد ما نقدر. الحقيقة انا حطيت مبادئ ساعة ما بديت القناة دي، ولكن كمان جت لنا مشكلة اول ما فتحنا القناة وهي الكورونا. فاتجهنا للكلام كتير جدا عن الكورونا، واجلت موضوعات تانية مهمة جدا اللي انا من اجلها عايز اربط بين الطب والتنمية البشرية. وكمان في موضوع الطب والتنمية البشرية كان مهم جدا ان احنا نزود مناعتكم بالناحية النفسية الكويسة علشان تقدروا تقاوموا الامراض، واثبتنا باساليب علمية وفيديوهات ان المناعة عشان تقوى تبقى نفسيتك كويسة، ده بيزود ويقوي جهاز المناعة. حطيت بعض المبادئ في بداية فتح القناة دي، الأمانة التامة والمصادر. يعني كنت بحاول أتصل بدكاترة سواء في ألمانيا أو في مصر أو في الوطن العربي متخصصين في هذا المجال. عملنا فيديو عن اللقاح بتاع كورونا والتطعيم، اتصلت بدكتور أستاذ في هانوفر، في جامعة هانوفر إيمينولوجي، وهو الراجل مديني بكل المعلومات عشان أكون أمين معاكم، ما أدكمش معلومات أنا مش حاطط إيدي على المصدر نفسه، وبنحط لكم دايما المصادر تحت في الوصف. عملنا بنعمل فيديوهات أطفال، اتصلنا باستشاريين وأخصائيين أطفال على قد ما نقدر، وهكذا. نمرة 2، كنا بنحاول نحضر جيدا. ما كانش يهمني عدد الناس اللي يشوفوا الفيديو، ما كانش يهمني ده عامل الفيديو هاخد يوم 2 3 10، لكن كنا بحاول أحضر على قد ما أقدر علميا عشان أفيد حضرتك وأفيد حضرتك. نمرة 3، ان احنا حاولنا نحترم عقلية حضرتك وحضرتك، عقلية ونفسية المشاهد ووقته. عقلية المشاهد حاولت ان احنا نوضح ببساطة، لان احنا بنتكلم لكل الاعمار السنية. نفسية المشاهد حاولت ان انا ارفع معنوياتكم على قد ما اقدر في السنة بتاعة 2020، كلكم عارفين ظروفها. كمان الوقت، عملنا فكرة اسمها معلومة سريعة، وعملنا فكرة اسمها معلومة في 2 دقيقة. السريعة دي يعني أقل من 5 دقايق، الدقيقتين 2 3 بالكتير، عشان أوصل لكم المعلومة في كبسولة عشان الوقتكم ضيق أو الباقة بتاعتكم مثلا ضيقة. نمرة 4، حاولت تنوع في إطار الموضوع، ما يبقاش موضوع كورونا وكده. عملنا فيديوهات عن التعليم، تكلمنا عنه من منظور العلمي والنفسي والطبي ومن خبرات الشخصية كراجل درست حاجات كتير. حتى الانترفيو خدناه من الناحية النفسية بس. حتى الرياضة والكورة، اتكلمنا مثلا على إصابة كابتن محمد صلاح من ناحية الطبية، عن وفاة مارادونا وسببها الإدمان، اتكلمنا عن الإدمان اللي كان عند مارادونا ووصله للمرحلة دي، كمان اتكلمنا عن الإدمان من ناحية الطبية. حتى الكوميديا ما سبناهاش، وعملنا لكم شخصيات طبية عشان يبقى في بعض الفيديوهات دمها خفيف، ما تبقاش القناة كده عاملة زي الحجر الطبي. أنا عارف الواحد لما بيرجع من البيت تعبان مش عايز يتفرج على التلفزيون مثلا عن دكتور بيقول له البنكرياس والبلعوم، عايز حاجه تكون دمها خفيف. حاولنا نوصل لكم المعلومه باطار طبي حتى لو كوميدي عشان توصل لكم، وابتكرنا شخصيات زي مثلا شخصيه عم سعد امين المكتبه اللي كان بياخد كتب الدكتور ويتكلم فيها. انتوا بقى عايزين ايه في سنه 2021؟ طلباتكم ايه؟ عندي كثير من الافكار هعرضها في فيديو تاني، ولكن عايز اسمع رغباتكم، واكتبوا لي على طول دلوقتي اي حاجه انتوا عايزين نتكلم فيها في مجال الطب البشري والطب النفسي وتنميه مهارات الانسان البشريه. وبالمناسبه دي انا عملت لكم فيديو قصير حلو عن شرح العلاقه بين الطب وبين التنميه البشريه. لو الحلقه عجبتكم شيروها. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه